ما هي التوابع؟ بإمكانك اعتبار التوابع عبارة عن آلة تدعمها بالقيم، ثم تقوم بمعالجتها وإنجاز مجموعة من التعليمات عليها، طباعة إلى الخرج، إعادة قيمة، أو أي هدف آخر. التوابع إذن عبارة عن كتلة مستقلة من الكود، بإمكانك استدعائها ضمن برنامجك، ويتم تنفيذ هذا الكود عند استدعاء التوابع. بإمكانك تمرير القيم للتوابع والتي ستقوم التوابع بمعالجتها، وعند الانتهاء ستعيد التوابع نتيجة معالجتها للقيم الممررة لها.